بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث وحجاج بن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد، واللفظ لعبد الوارث ابن عبد الصمد. قال: حدثنا أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان قال: حدثنا ابن بريدة قال: حدثني عامر بن شراحيل ابن شراحيل الشعبي شعب همدان الشعبي شعب همدان أنه أو الشعبي شعب همدان أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، وكانت من المهاجرات الأول، فقال: حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت: لئن شئت لأفعلن. فقال لها: أجل حدثيني. فقالت: نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أمري بيدك فأنكحني من شئت. فقال: انتقلي إلى أم شريك. وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان. فقلت: سأفعل. فقال: لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم، وهو رجل من بني فهر فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه. فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا
وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعة وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. قال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا لا. قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل صلى الله عليه وسلم. قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطأوا. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوا، وإني مخبركم عني أنا المسيح، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم به،
وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو. وأومأ بيده إلى المشرق، قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى عن الشعبي قال: دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب يقال له رطب بن طاب، وأسقتنا سويق سلت، فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ قالت: طلقني بعلي ثلاثا، فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. قالت: فنودي في الناس إن الصلاة جامعة. قالت: فانطلقت في من انطلق من الناس. قالت: فكنت في الصف المقدم من النساء، وهو يلي المؤخر من الرجال. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب، فقال: إن بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر، وساق الحديث وزاد فيه قلت قالت فكأنما أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهوى بمخصراته إلى الأرض، وقال: هذه طيبة، يعني المدينة. عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب البحر فتاهت به سفينته، فسقط إلى جزيرة فخرج إليها يلتمس الماء، فلقي إنسانا يجر شعره، واقتص الحديث وقال فيه، ثم قال: أما إنه لو قد أذن لي في الخروج قد وطئت البلاد كلها غير طيبة. فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحدثهم، قال: هذه طيبة وذاك الدجال. عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد على المنبر فقال: أيها الناس، حدثني تميم الداري أن أناسا من قومه كانوا في البحر في سفينة لهم فانكسرت بهم، فركب بعضهم على لوح من ألواح السفينة فخرجوا إلى جزيرة في البحر. قصة الجساسة. قال النووي رحمه الله: قيل سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال. وجاء عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن. أنا مكتوب عندي عبد الرحمن، وهي أظنها خطأ، أظن أن هذا تصحيف في هذه النسخة، وأنه عبد الله، وهذا ليس عليه دليل. والظاهر أن الدابة المذكورة في القرآن بعد نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، أي بعد الدجال بمدة، لأن خروج الدابة مرتبط بإغلاق باب التوبة، أيتهما كانت هي وخروج شمس مغربها أيتهما كانت قبل الأخرى فالأخرى على إثرها. وظاهر الآثار المنقولة على السلف في ذكر دابة الأرض أن التوبة لا تقبل مع ظهورها، لأنها تأتي الرجل فتقول: الآن تصلي، فتسمه، تعلمه، تكلم الناس أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فدليل على أنها تذم
من آمن وعمل صالحا حينئذ، وهذا يدل على إغلاق باب التوبة. وأما زمن المسيح عليه الصلاة والسلام فهو زمن قبول التوبة، وزمن الدجال زمن قبول التوبة. وإذا كانت جساسة تجس الأخبار للدجال كما في هذا الحديث أنها هي التي تريد أن تجمع له الأخبار وتأتي له بمن عندهم أخبار، فهذا لا يتناسب مع كونها تذم من ترك الصلاة أو ترك الإيمان أو ترك الطاعة في وقت إمكانها. قول النبي قوله فاطمة رضي الله عنها نكحت ابن المغيرة وهو من خير شباب قريش يومئذ فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن. معنى تأيمت صرت أيما، الأيام الأيم المرأة التي لا زوج لها أو الرجل. قال علماء قولها فأصيب ليس معناه أنه قتل في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأيمت بذلك، إنما تأيمت بطلاقه البائن كما ذكره مسلم في الطريق الذي بعد هذا، وكذا ذكره في كتاب الطلاق، وكذا ذكره المصنفون في جميع كتبهم، وقد اختلفوا في وقت وفاته. فقيل توفي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عاقب طلاقها باليمن، حكاه ابن عبد البر، وقيل بل عاش إلى خلافة عمر، حكاه أبو رضي الله عنه، حكاه البخاري في التاريخ. وإنما معنى قولها فأصيب أي بجراحة أو أصيب في ماله أو نحو ذلك، هكذا تأوله العلماء. قال القاضي إنما أرادت بذلك عد فضائله، فابتدأ بكونه من خيار شباب قريش أو خير شباب قريش، ثم ذكرت الباقي. لا غيره، ده ابن المغيرة، زوجت ابن المغيرة. هذا الجزء من الحديث يعني نهديه إلى كل مطلق ومطلقة طلقها ثلاثا وأرسل لها بنفقة دون سخطتها وأرادت أن تأخذ زيادة وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنه لا نفقة لها ولا سكنة ملهاش فردتها، وبعد هذا العمر الطويل ماذا تذكر عنه؟ أنه من خيار شباب قريش وأنه أصيب في الجهاد، أصيب إصابة جراحة على الظهر يعني في أول جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ ما تقولش الكلام ده، لو زوجة من غير طلاق ممكن ما تقولش الكلام ده على جوزها، لكن هذا الأمر يعني انظروا إلى الإنصاف العزيز النادر، أن الإنسان يعرف فضائل من عاشره مدة ولو كان لم يتفق معه، والأمر واضح جدا أنه عند الصحابة الأمر يسير، ليس شيئا يعني عويصا جدا يعني أن الطلاق ده نهاية العالم وأنها مصيبة العمر، الأمر أيسر من ذلك. يعني مش من سهل أمر الطلاق يعني الناس تطلق بسهولة بدون سبب، ولكن قد لا يقع اتفاق بين فضل بين رجل فاضل وامرأة فضلة، ده من خيار شباب قريش بشهادتها وهي من المهاجرات الأول، ومع ذلك لم يحدث اتفاق وطلقوا ثلاث مرات، الطلقة المتممة للثلاث التي صارت بلا زوج بعدها. وانظر إلى مسارعة يعني الصحابة في الزواج من فاطمة في خطبتها يعني بس النساء الأيام دي عظيم يطاق الناس الصعايده بيقولوا النساء عايزين مين طه، وانا بقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول رفقا بالقوانين، الشيخ رضوان هو بيقول كده مش دعوه، مضاد للطيارات انت مش عارف مين طه. وهذا الحديث دليل على جواز اذا لم تصرح المخطوبه بالقبول لأحد الخطاب جاز أن يتقدم غيرهم، لأنهم كلهم خطبوها، خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله، وخطبني رسول الله لمولاه على مولاه، على مولاه يعني له، يعني خطبها لتتزوج أسامة.
في الحديث الآخر فقالت بيدها أسامة أسامة للونه، فقال أنكيحي أسامة، فقالت فنكحته فاغتبطت به. الرواية اللي هي في كتاب الطلاق يعني. كانش عاجبها أسامة عشان إيه؟ عشان شكله. فدي أمور يعني تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه بالصدر الرحم، وإنما أمرها أن تنكحه لأنه يعلم فضل أسامة، وده دليل على منزلة فاطمة بلا شك. كان فضله عن عبد الرحمن بن عوف. أولا لأن الرسول يحب أسامة، وعشان كده اختار له إيه؟ فاطمة، وهي متزوجة يعني قصدي مطلقة يعني مطلقة ومدخول بيها، ومع ذلك اختارها لمن؟ لمولاه وحبيبه حبه ابن حبه ابن حبه. كانش كمل 18 سنة. وغالبا غالب الظن يعني ان فاطمة كانت اكبر، لان هي كانت من المهاجرات الاول. يعني من المهاجرات الاول دي يعني عندما تهاجر في سن، ودي الكلام ده في اواخر عصر النبوة، يعني في اواخر ما كان في المدينة، يعني على الاقل مثلا انها سنها فوق 20. لا غالبا عشان تهاجر بنفسها يبقى بالغة غالبا، وتزود 10 كمان هو 25 وهو 18. فهذا يعني قد يكون ان في كثير من الاشياء التي تشق علينا جدا في زماننا، ان المرأة المتزوجة التي مدخول بها وطلقت كأنها يعني فقدت كثيرا جدا من يعني مؤهلات الزواج لدى مجتمعنا. ففاطمة رضي الله عنها مرغوب فيها هذه الرغبة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أسامة من أحبني فليحب أسامة، يعني يجذب حب أسامة إلى قلب كل مؤمن. وبعدين اللي عامل مزيكا ده دي تاني مرة، فنرجو أن يغير النغمة وأن يغلق المحمول، لأن دي نغمة محرمة. يقول لي التليفون صيني ما بيتغيرش، يروح بيعه كسروا بيعه. بس تهالي لازم تغير، وفي نغمات تانية بالتأكيد ليست موسيقية. غيرته فقال قلت أمري بيدك فأنكحني من شئت. وده دليل على أن المرأة الثيب لها أن تفوض أولياءها وتوكلهم، فهذا التوكيل ليس في يعني كما يظن البعض أنها هي التي تباشر العقد وأنها توكل أحد الأولياء في عن نفسها في مباشرة العقد، ليس كذلك، لكن إنها توكله في القبول وفي الرفض، وإلا فالرسول وليها لأنها لم يكن لها من أوليائها قريبين، أو أنه معلوم أنها إذا جعلت أمرها للنبي عليه الصلاة والسلام فأولياؤها يقبلون ذلك. لأنه ذكر أن ابن عمها عبد الله بن أم مكتوم، ولعل هذا الثاني أظهر، وهو أن الأولياء يرضون بما يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه تولى تزويجها بالإمامة العامة برضاها ورضا أوليائها. أنا قصدي الكلمة دي عشان بعض الإخوة بيتحرج حرجا شديدا في أن يقول موكلتي، هو ظنا أن هو الأصل فعلا كده، أن هم بيتكلموا وكيل الزوجة أنه يوقع عنها، كأن لأنها في القانون على المذهب الحنفي لها أن تباشر عقد النكاح، فبيتحرجوا من ذلك، ولهم يعني حق في هذا التحرج يعني إذا كان هذا هو المفهوم. لكن يمكن أن يحمل زوجتك موكلتي أنها وكلته في تحديد المهر، في قبول الزوج، في من فيما يراه من مصلحتها في ذلك. وأما المباشرة للعقد فهي للولي وليس بصفته وكيلا عن المرأة في المباشرة.
المرأة ولي ولا وكيل ولدها يبقى ولي وهو ولي، وهي لو وكلته في تحديد المهر بس العقد ده معاها هي، هو الذي يباشر، بس مين اللي بيتفق على المهر ومين اللي بيقبل وبيرفض؟ ان من حقها ترفض، من حقها تقبل، من حقها تأمر الولي بالتزويج. يجب ان يستأذنها الولي، فيمكن ان تكون وكلته في القبول او الرفض، تقول له انت شايفه ابويا، وهذا توكيل في القبول وفي الرفض وفي تحديد قدر المهر، والا فلها ان تعترض على ذلك ثيبا كانت او بكرة. فقال انتقلي يا ابو شريك، ظاهر الحديث كده بان هذا وقع قبل انقضاء العده، هو اصلا انما خطبها الخطاب بعد انتهاء عدتها، والله اعلم. فهذا انما هو يعني انما يجوز التعريض